السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من مادة Techniques of Scientific Writing. مع حضراتكم كملها دكتور سامح شهيب، كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت أو في آخر المحاضرة اللي فاتت عن الفيدباك، وعرفنا ان هو من ضمن المؤشرات المهمة جدا علشان افهم الاودينس بتاعي، وان هو الفيدباك بعرف بيه الجمهور هل متفاعل معايا ولا لا، بيوجهنا الفيدباك للطريق اللي هنكمل بيه البرزنتيشن بتاعنا او الليكتشر بتاعتنا او انيها المحاضرة بتاعتنا. ولازم كحضرتك كبرزنتر تشجع الاودينس بتاعك ان هم ينتر اكت او يعمل تفاعل مع حضرتك عن طريق الاسئله، وتشجعهم انهم يسالوا هم كمان، يعني حضرتك تسالهم طبعا بطرق لبقه، وهم كمان تشجعهم انهم يسالوك في الاجزاء اللي هم مش فاهمينها. تمام. طيب الفيدباك زيه زي البرزنتيشن سكيلز اللي احنا اتكلمنا عنها، ممكن يكون فيربال او نون فيربال. طيب الفيربال فيدباك ممكن يكون في هيئه انتربشن، الانتربشن ده ممكن يكون بروداكتيف او نون بروداكتيف. طيب تعالوا نتكلم عن البروداكتيف انتربشن. يعني ايه؟ يعني مقاطعه او حاجه بيعملها الجمهور بطريقه لفظيه، تمام، بتقطع البرزنتيشن بتاعتك بس في غرض ان هم او لغرض ان هم يستوضحوا اكتر عن معلومه، بتبقى في هيئه مثلا اسئله داخل الموضوع، طلب لايضاح شكل معين بشكل تفصيلي، تعزيز لحضرتك كبريزنتر. كل ده productive interruption. طب ليه هو productive؟ لان هو جوه صلب الموضوع، ما خرجش عن بره البرزنتيشن اللي حضرتك بتلقيه. ممكن لو حضرتك مثلا هتمنع الاسئله وهتسمح بيها في وقت معين، هتمنعها اثناء البرزنتيشن، تطلب من الاودينس انهم بطريقه لبقه طبعا انهم ياجلوا الاسئله لوقت الاسئله لو هي في استضاح ممكن يتأجل. لو هو استضاح على شكل حضرتك بتعرضه أو على نتائج حضرتك بتعرضها أو على points حضرتك بتعرضها، برضو ممكن حضرتك تطلب من الأودينس إن هم يستنوا لحد ما حضرتك تخلص كلامك عشان ما يعملش interruption لحبل أفكارك، وبعدين بعد كده يبدأوا يستضيحوا الجزء اللي حضرتك شرحته أو حضرتك ألقيته. طيب ده كله productive لان هو فعال جوه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه زي ما احنا قلنا. طيب مال النون productive interruption يعني ايه؟ زي حضرتك مثلا الاودينس بتاعك يلقي احكام عليك، يعمل مزاح او يمزح داخل البرزنتيشن دون داعي في وقت جد، اعتراض على كلامك بغرض الاعتراض، تغيير في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ويفتح موضوع تاني جانبي، التقليل من البرزنتر اللي قدامه، كل ده non productive interruption ولازم حضرتك توقفها فورا برضو بطريقة لبقة للأودينس بتاعك مرة واثنين وثلاثة. لو هو الأودينس ده فعلا مستهتر بالبرزنتيشن، ممكن حضرتك بطريقة برضو لبقة تسمح له بالخروج برا القاعة اللي حضرتك بتشرح فيها، بس طبعا ده ما بنلجأش ليه إلا في حالة اللي هو زيادة الأمر أو الموضوع وصل لحد كبير من الاستهتار بالبرزنتيشن. إن شاء الله ما حدش يلجأ للقصة دي. طيب جميل، ده بالنسبة للverbal feedbacks اللي في هيئة interruption. نعرف برضو ان الفيدباك نفسه عبارة عن two types، يا اما positive feedback يا اما negative feedback. طيب positive
فيدباك عبارة عن إيه؟ يعني بيقدم لحضرتك الأودينس ملاحظات بناءة، هو مش فاهم فبيقول لحضرتك إن لو سمحت من فضلك عدلي تاني. بوستيف فيدباك؟ ده بوستيف فيدباك. طب إزاي وهو مش فاهم اللي أنت قلته؟ لأ، ما هو النيجاتيف إن هو أتاك البيبول، يهاجم حضرتك أو يهاجم اللي حواليه، أو يكون سلوكه أتاكينج بشكل ما، زي ما احنا قلنا في النان برودكتيف إن هو بيحاول مثلا يعترض من أجل الاعتراض. لكن لو بوزيتيف فيدباك زي مثلا أسألكوا سؤال، هل فاهمين؟ تقولوا لي أيوه، ده بوزيتيف فيدباك. طب حد قال لي لأ، ده نيجاتيف فيدباك، لا ده بوزيتيف فيدباك برضه. طيب حضرتك لو جيت تشرح لحد وقال لك انت اساسا مثلا مش بتفهم في المجال ده، يبقى ده نيجاتيف، دخلنا في النيجاتيف فيدباك، انا مش فاهم منك عشان انت كذا كده، اصدر حكم او اصدر جوكينج او اصدر تقليل للبرزنتر، وفي الحاله دي دخلت على النيجاتيف فيدباك. لكن انت لو حابب ان انت تعرض رايك بطريقه ما، او مش فاهم حاجه خالص من البرزنتر بيقولها، حضرتك لك مطلق الحريه ان انت تقول مش فاهم بس بطريقه محترمه، لا تقلل منك ولا تقلل من اللي قدامك. تمام، يبقى فهمنا البوزيتيف والنيجاتيف فيدباكس معناها ايه. طيب جميل، زي ما اتكلمنا في البرزنتيشن سكيلز ان هي كان فيها نون فيربال كلوز ممكن افهم بيها الاودينس، ممكن اعملها علشان اوصل بيها المعلومه بتاعتي، برضو الفيدباك لي نون فيربال كلوز، الكلوز دي ممكن استخدمها علشان افهم بيها الاودينس اللي قدامي بشكل اكبر. طيب تعالوا نتكلم عنها واحده واحده. لو لقيت اللي قدامك عينيه بتغمض، تمام، في الحاله دي تعرف ان هو ده بيعني ايه، بيعني ان اللي قدامك او الناس تعبت او ملت، الكلام بقى ايه يعني رتمه ما عادش مستهويهم، الكلام مثلا ما عادش فيه حاجة اتراكتف بالنسبة لهم. تمام، طيب في الحالة دي بتعمل ايه؟ ممكن تغير سرعة الكلام بتاعك، تدخل دعابة في النص علشان تجذب انتباه اللي قدامك، تحاول تغير من الوقفة بتاعتك او من حركتك، تقرب من مجموعة ما بشكل يعني بشكل ملاحظ علشان تجذب انتباههم وهكذا. تمام، طيب العيون لما تكون wandering eyeballs او العيون السرحانة اللي بتبص في كذا اتجاه او كذا مكان، ده بيدل عن ايه؟ بيدل ان في حاجة شتتتهم. طيب في الحالة دي لفت الانتباه إلى نقطة مهمة واطلب التركيز من الجمهور، ممكن تدخل برضو فكاهة أو دعابة للي قدامك بحيث إن هم يعيدوا التركيز معاك، أو ممكن يكون بيدل على الملل. لو سموا الحاجة دي قبل كده يبقى في الحالة دي ممكن حضرتك تعمل 4 حاجات، أول حاجة ممكن تتنقل للنقطة التالية، أو تدخل برضو فكاهة في النص، أو تحكي لهم قصة، أو تطلب منهم إنهم يقوموا بحركة ما، ممكن حضراتكم ترفعوا ايديكم لفوق مثلا وتسقفوا، ده بيزود التركيز، بس طبعا مش كتير، يعني الحاجة برضو لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، ده بيزود التركيز للي قدامك وبيدخله في المود تاني. بعد كده وانت بتعرض نفس المحتوى، ودي حاجة مهمة جدا، لازم تصلح المحتوى ده لو هتعرضه تاني لناس اخرين. طيب لو الشخص اللي قدامك بيميل وهو قاعد leaning back in seats، ده معناه ايه يا شباب؟ ممكن يكون مل من الكلام او تشتت لسبب ما، في الحالة دي دخل اكشن مفاجئ لاشراكهم، او دخل تمرين
معين داخل المحتوى علشان حضرتك تدخلهم معاك في المود مرة تانية أو دخل دعابة بشكل أو بآخر. طيب رابع حاجة شيكينج هيدز. شيكينج هيدز ده معناه لو هو بيقول لأ، اللي هو بعلامة اللأ، يبقى ده disagreements. في الحالة دي اختار، ممكن تختار اللي هز راسه بلأ واسأله انت مش موافق ليه، او انت مش فاهم ايه بالظبط من المحتوى، او وجهة نظر بديلة ممكن ان اللي قدامك يوافق عليها. خليك flexible، لان ما تاخدش الموضوع، احنا مش في حرب، ما تاخدش الموضوع بعداوة للي قدامك، او ان هم مش موافقين على رأيك يبقى هم مش متقبلينك انت شخصيا، ودي حاجة غلط جدا كتير مننا بيعتبروها ان هي اهانة شخصية. لو هو موافقش معايا في الرأي يبقى ده بيهني، لا، رأيي مش هو انا، افصل نفسك عن رأيك. ممكن يكون مش موافق على رأيك بس متفق معاك كشخصيتك او بيقدرك جدا، دي حاجة ودي حاجة تانية. طيب لو انت سألت في اسئلة يا جماعة وقالوا لك لا مفيش اسئلة، no questions during question and answer periods، طيب ده معناه ايه؟ يمكن يكون السبب ان هم مش فاهمين، ممكن يكون السبب ان هم مترددين او محرجين انهم يسألوك. طيب في الحالة دي بتعمل ايه؟ حاول تتواصل انت مع الناس اللي انت شايف او حاسس انهم كانوا متفاعلين معاك وفقدوا التركيز او مش عارفين يسألوا اسئلة جوه الموضوع. حاول تبدأ باسئلة بسيطة، تمام، بحيث ان انت تزود يعني تشجيعهم او encourage them to interact with you. طيب لو people aren't doing your exercises، في الحالة دي الأشخاص اللي انت طلبت منهم انهم يعملوا exercise ما بيعملوش الاكسرسايز، اللي قدامك في يعني ممكن يكون مش فاهم، ممكن يكون مش عارف فكرة الاكسرسايز دي ومكسوف ان هو يسألك فيها، يبقى في الحالة دي تمشى ما بينهم وحاول بقدر الامكان مساعدة الناس او ان انت تشرح لهم المطلوب بشكل تاني. طيب سابع حاجة I don't know. I don't know response إن هو رد بمش عارف. الرد مش عارف دي ممكن يكون خجول أو مش فاهم، روح لحد عنده وممكن تسأله حضرتك مش عارف ليه، طيب ممكن تدي له اكسرسايز عشان تشجعه، ممكن تخليه يحاول مرة تانية، ممكن تدخل برضو هيومر في النص او جوك بحيث ان انت تزود الانتر اكشن بتاعه معاك. جميل كده، احنا اتكلمنا في الجزء الاول من المحاضرة عن verbal and non-verbal clues of feedback، ازاي افهم من خلال verbal communication و non-verbal communication الخاصة بالاودينس اللي قدامي، افهم الفيدباكس بتاعتهم وايه الطرق ان انا اشجعهم اكتر على الانتراكشن معايا. طيب الجزء الثاني دلوقتي هنتكلم عن listening او الactive listening. حضرتك كمستمع ليك دور ولازم تعرف أداب الاستماع كويس، عشان أكيد حضرتك مش هتضيع وقتك في استماع شيء بدون ما تستفيد منه وبدون ما تستفيد من الوقت ده. طيب معنى الـ active listening it means the search for the real meaning of the message. في علاقة قوية جدا ما بين الـ active listening and job success. أنت لو مستمع أكتف أو مستمع نشط أو بتطبق أداب الاستماع كويس هتبقى ناجح في شغلك وناجح في أي كارير هتدخل فيه. Types of listening. Selective listening، استماع انتقائي زي ما بتسمع مثلا برنامج أو بتشوف برنامج في التلفزيون. ثاني حاجة Comprehensive listening، يعني استماع شامل زي ما بتسمع محاضرة زي اللي احنا فيها دلوقتي. تالت حاجة critical listening for analysis of the speech، استماع ناقد بغرض تحليل الكلام والتعليق عليه.
appreciative listening، ودي رابع نوع زي ما حضرتك بتسمع مثلا مقطوعة موسيقية أو حاجة أنت محببة لنفسك بتغير مودك من سيء لأحسن مثلا. طيب 9 symptoms of poor listening، 9 مؤشرات بتدل على الاستماع السيء. أول حاجة إدانة الموضوع بعدم الاهتمام به بدون الاستماع ليه أساسا. تاني حاجة انتقاد إيصال المتحدث أو مساعدته لحضرتك، أنت عايز تنتقد بغض الانتقاد. تالت حاجة selective listening، لو هو حاجة زي الاستماع الشامل حضرتك بتنتقي أجزاء منها تستمع إليها وتسيب الباقي، وده طبعا غلط. رابع حاجة الانترابشن، زي ما احنا خدنا في الفيدباك الانترابشن بغرض الانترابشن، لو هو جوكينج مثلا او نيجاتيف انترابشن يبقى في الحالة، او نون برودكتيف انترابشن يبقى في الحالة دي انت مش اكتف لسنر. خامس حاجة داي دريمينج او السرحان وانت قاعد مكانك. سادس حاجة سبميت تو اكسترنال ديستراكشنز، يعني الخضوع للإلهاءات الخارجية، ماشي، حاجة تخليك تسرح فيها تروح تبص عليها. سابع حاجة evading the difficult or technical، يعني إن حضرتك تهرب من الأجزاء الصعبة أو التقنية زيادة عن اللزوم، ده برضو من symptoms of poor listening. تامن حاجة الخضوع للكلمات العاطفية submitting to emotional words، تقعد تفكر في كلمة معينة البرزنتر قالها وتسيب بقية البرزنتيشن، going to sleep إن حضرتك تنام، وطبعا ده أسوأ حاجة في listening إن حضرتك تسمع حاجة وتنام. ممكن يكون الخطأ متبادل إن اللي قدامك ما حاولش يجذب انتباهك، بس برضو حضرتك كactive listener ما تضيعش وقتك علشان تستفيد بالوقت اللي حضرتك هتضيعه أو هتقضيه، هي مش هتضيعه هتقضيه، لأن أي presentation حتى لو كانت poor presentation برضو وراها مسج لازم حضرتك توجدها بنفسك. طيب زي ما اتكلمنا عن poor listening هنتكلم عن good listening، دي نصايح عشان حضرتك تكون مستمع جيد. أول حاجة دور على منطقة اهتمام تجذب حضرتك للبرزنتيشن أو للمحاضرة اللي حضرتك بتسمعها. تاني حاجة احكم judge content not delivery، احكم على المحتوى وليس التقديم. hold your fire، ما تمسكش مسدس للي قدامك ويكون كل همك انك يعني تشن حرب على الملقي، احنا مش في معركة. رابع حاجة listen for ideas، اسمع الأفكار، اسمع الأفكار يعني إيه؟ يعني الإيموشنز اللي قدامك حاول تركز معاها، لأن هي بتدل على دلالات إن دي مثلا نقطة مهمة، دي جزء مهم من البرزنتيشن وهكذا. be flexible، كن مرنا، عدي للي قدامك، عدي النقط اللي لو هو قال مثلا حاجة انت عارف ان هي خطأ ناقشوا فيها بعدين، تمام، مش لازم قدام الناس، مش لازم ان انت تحكم ان هو خطأ او تحرجه قدام الناس، لان ده بيضعف بقية البرزنتيشن. work at listening، حاول ان انت تشغل نفسك وانت بتسمع، تاخد ملاحظات مثلا بحيث ان انت تركز في الكلام اللي بيتقال اكتر، تشغل نفسك جوه المحتوى مش بره اللي بيتقال، تمام، لان لما بتعمل حاجه بايدك فبكده بتحفز كل الحواس بتاعتك ان هي تستقبل، يعني انت بتحفز حاسه البصر من خلال ان انت تبص على البريزنتر، بتحفز حاسه السمع ان انت بتسمعه كويس، كمان بتحفز حاسه اللمس ان حضرتك بتكتب وراه اللي هو بيقوله. كمان resist distraction، قاوم الإلهاءات الخارجية. تاسع
تامن حاجة exercise your mind. exercise your mind يعني مرن عقلك ان هو يسمع مرة في اتنين في تلاتة، هتزود ال percentage of listening of any presentation. تاسع حاجة keep your mind open، فتح تركيزك وفتح عقلك وانت بتسمع اللي قدامك. capitalize on thought speed، استفيد من سرعة التفكير أو مرن نفسك على سرعة التفكير. طيب بعد كده هنتكلم عن نصايح لتقوية مهارة الاستماع عندك، strategies for improving listening skills. أول حاجة prepare to listen، استعد للاستماع، فتح عقلك، جهز النوت بوك بتاعتك، حاول تقرأ أو تعرف عن موضوع البرزنتيشن اللي حضرتك هتسمعه، أو تحضر للبرزنتيشن اللي حضرتك هتسمعه أو للمحاضرة اللي حضرتك رايح لها قبل ما تروح. تاني حاجة limit your own talking، قلل كلامك. تالت حاجة be patient، provide the time needed، تحلى بالصبر، امسك نفسك ووفر الوقت اللازم بدل ما تتكلم اسمع، وخلي الكلام للآخر أو النقاش لوقت النقاش. concentrate، ركز، فتح عقلك زي ما احنا قلنا من شوية. خامس حاجة list interjections، اكتب مداخلاتك، اعرضها في الوقت المناسب. مش لازم ان انت زي ما احنا قلنا برضو من شوية، مش لازم تمسك مسدسك على طول اول ما تسمع حاجة مش عاجباك تشن الحرب على قدامك. سادس حاجة clarify and confirm your understanding، في الوقت المناسب اطلب انك توضح فهمك للموضوع. سابع حاجة rephrase in your own words، عيد صياغة الكلام وانت بتاخد النوتس بتاعتك او وانت بتتناقش مع البرزنتر بتاعك، عيد صياغة الكلام اللي حضرتك سمعته بصياغة تانية علشان تأكد على فهمك ليه. تامن حاجة avoid jumping to conclusion، ما تروحش للاستنتاجات دون الوصول للوقت المناسب للconclusion. practice listening، اتدرب على الاستماع مرة في التانية، هتزود ال percentage of active listening. عاشر حاجة listen to verbal، watch non-verbal، ودي مهمة جدا. حضرتك بتسمع زي ما تكون presenter، حط نفسك مكان البرزنتر زي ما هو مستني نون فيربال فيدباك منك انت وانت بتسمع. برضو بص على النون فيربال كوميونيكيشن اللي البرزنتر بتاعك بيقدمها لك. تمام، ركز مع الفيربال والنون فيربال للملقي، عشان النون فيربال بتساعد على التركيز لو بيتم القائها بطريقه صحيحه. number 11 او اخر point في strategies for improving listening skills، listen for emotions and feeling، استمع للعواطف والمشاعر من خلال تون الصوت. لو هو بيتحكم في تون صوته البرزنتر، يعني بيتحكم في تون صوته بطريقة كويسة، استمع للإيموشنز اللي طلع مع صوته والتركيز على البوينتس من خلال تغييرات في تون الصوت للي قدامك. طيب هناخد كونكلوجن سريع للي احنا قلناه في المحاضرة. اتكلمنا عن الفيدباك وقسمناها لفيربال اند نون فيربال، وعرفنا أهمية الفيدباك بالنسبة لك انت كبرزنتر، وعرفنا ان الفيربال فيدباك ممكن يكون بروداكتيف او نون بروداكتيف، ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف فيدباكس. اتكلمنا عن النون فيربال فيدباكس، وفي كل حاله نون فيربال فيدباك ايه هي الاستراتيجي اللي حضرتك تتبعها كبرزنتر علشان تصحي اللي قدامك او تزود الانتر اكشن ليهم مع حضرتك. بعد كده اللي حطينا نفسنا مكان البرزنتر، هنحط نفسنا كليسنر، وحضرتك كليسنر لازم تزود الليسننج سكيلز بتاعتك عن طريق ان احنا عرفنا الجايدز for good listening and strategies for improving listening skills، وعرفنا كمان السيمبتومز for poor listening.
لو في اي ان شاء الله استفسارات انا مع حضراتكم في محاضرة الاوفلاين ان شاء الله، في الميتنج الاوفلاين مع بعض، واشوفكم على خير دايما ان شاء الله. ودي كانت اخر محاضرة في سلسلة Techniques of Scientific Writing. سلام عليكم.